بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلأ بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية إلغاء الاشتراك الخاص بتيكت دوتشلاند تيكت من خلال تطبيق المود تبلاغ. هلأ أنا بالنسبة لي اشتريت تيكت من خلال التطبيق اللي اسمه على الشكل التالي mode.bl. هل حاليا حابب اعمل الغاء لهالاشتراك؟ من خلال التطبيق بامكانك تعمل الغاء الاشتراك او بامكانك تعمل باوزه. هل اكيد عشان تعمل الغاء الاشتراك او تعمل باوزه او تعمل الكوندي كل هالتيكت، معك الميزه الجميله الموجوده بهالتطبيق انه معك المجال تعمل لقبل 24 ساعة من نهاية الشهر، عكس تطبيق التي بي اللي عم يطلب منك انه لازم تعمل كونتكم من 1 ل 10 شهر. اما بالنسبة لتطبيق مودو تبلا، عشان تعمل الغاء الاشتراك او ايقاف، المفروض تعمل هالشي قبل 24 ساعة من نهاية الشهر. انا بالنسبة لليوم تاريخ هو عم يكون على الشكل التالي، عم يكون التاريخ هو مثل ما شايفين عند التاريخ اليوم 14 يوليو 2024. هلا راح اشرح كيف فيني الغي التيكت من خلال التيكت دوتشلاند من خلال تطبيق المود دوت بلاي. هلا اذا فتنا على التطبيق الخاص فينا على الشكل التالي، طبعا طلع عندي التيكت الموجود على الشكل التالي بعد ما كبسنا على كلمه دي تيكت، يعني تيكت دوتشلاند على الشكل التالي. راح يطلع عندي على الشكل التالي اسم الشخص الخاص به اللي حاجز هالتيكت بالاضافه للباركود، وراح نشوف بالاسفل في عندي مربع موجود على الشكل التالي ابو باوزن، يعني ايقاف للاشتراك. تحت الكود الخاص فيه راح نشوف هاي العباره الموجوده عندي هون ابو باوزن. هلا عشان نعمل الغاء بامكانك تعمل ايقاف مؤقت او بامكانك تعمل الغاء الاشتراك بشكل كامل. هلا عشان نعمل الغاء الاشتراك بشكل الغاء الاشتراك او ايقاف مؤقت، راح نكبس على العباره الموجوده عندي هون ابو باوزن على الشكل التالي، فنكبس عليها ضغطه هيك على الشكل. هلا عم يعطينا على الشكل التالي هون بامكاني انه اعمل ايقاف مؤقت، بامكاني اختار شو الشهر اللي بدي ما يجدد التيكت، او اذا حابب تعمل الغاء ايقاف بشكل كامل لها التيكت راح نكبس على خيار موجود عندي ابو كونديكون. طبعا الخيارات الموجوده عندهم بامكانك، فرضا اذا كنت حابب تعمل ايقاف مؤقت لها شهر من الاشهر، فرضا الشهر الجاي حاب انا ما بدي هذا التيكت يتجدد، فاكبس على كلمه على الشكل التالي هيك اوغوست. بعد ما اكبس على كلمه اوغوست فاكبس ابو باوزن، فيعني ايقاف مؤقت. اما بالنسبه لي ما بدي اعمل ايقاف، ما بدي اعمل ايقاف مؤقت، بدي اعمل ايقاف الاشتراك بشكل كامل، فراح تكون على الشكل التالي. راح نكبس على الشكل التالي هون كلمه ابو كونتون، يعني ايقاف الاشتراك الغاء الاشتراك، نكبس على العباره الموجوده عندي هون. عم يخبروك دوتشلاند تيكت ابو تسوم 31/7/2023 راح تكون الكونديكون راح يبلش. هلا اعطيه ابو كونديكون على الشكل التالي العباره الموجود عندي هون. هلا اعطيه ابو كونديكون كمان على الشكل التالي. عم يخبروك انه انت راح تستخدم التيكت ل 31/7/2023 فقط. هلا كمان اعطيه ابو كونديكون. فهيك بكل بساطه تم الغاء الاشتراك بتيكت دوتشلاند، وعم يخبروك الكونديكون راح يبلش انطلاقا من الشهر القادم 1/8/2023. وهي كانت الطريقه بكل اختصار كيف فيني اعمل كونديكون لتيكت دوتشلاند من خلال تطبيق مودو تبلاي. هلا الفيديو ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، واشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.